مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معنا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. الفترة دي حالة الجو مش مستقر أبدا، ويمكن مش مفهوم خالص، يوم حر قوي ويوم برد قوي ويوم تراب جدا، وطبعا غير المطرة. وأكتر حاجة بتتأثر بقى باللخبطة دي كلها أو بلخبطة الجو ده هي بشرتنا، بتكون في حالة جفاف شديدة وبتستغيث بمعنى أصح. يعني أوقات نصحى من النوم كده نلاقي جلدنا زي ما يكون يعني مكرمش من كتر الجفاف، وأوقات طبعا في ناس يظهر لهم حبوب لأن الجفاف بيعمل مشاكل كتير للبشرة غير إن هو بيكرمشها. طيب علشان كده بقى معانا النهاردة وفي أول فقراتنا خبيرة التجميل والعناية بالبشرة اللي هتحاول تحط لنا كده خريطة إنقاذ لبشرتنا. معانا النهاردة أسماء عبد الحي خبيرة التجميل، برحب بيكي معانا يا أسماء. يا دينا ربنا يخليكي. عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. الأول بقى عايزة أقول لكم إن أسماء بشرتها حلوة جدا ما شاء الله، يعني لا قوة إلا بالله. فعايزين نعرف اللي انا قلته ده حقيقي، هل كل الناس بتحس بيه؟ كل انواع البشره كل أنواع ولا البشرة شويه طبعًا. وشويه لا طبعا. وبعدين التغيير الطقس ده عموما بيضر معانا بشرتنا، وزي ما بيضر برضه هو مفيد جدا برضه للبشره على فكره. يا سلام. طبعا تغير يعني من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا اصلا ان هو عمل تغيير الفصول. ليه بقى؟ لان اصلا موضوع الجو الرطب في الايام دي بيعمل تلف في الجلد بسبب قلة الشمس. الشمس دلوقتي مش قوية جدا، فبالتالي ما بتضرش معانا البشرة، سواء البشرة الدهنية نسبة الدهون فيها، الحبوب، ده كل طبعا بيقل في وقت الجو الرطب اللي احنا فيه دلوقتي. صح. الصيف بيبقى فيه مشاكل بالظبط، بس طبعا مفيد ان هو بيفتح معانا المسامات. فكل تغيير جو او كل تغيير الفصول عموما بتبقى مفيدة، زي ما هي برضو بتعمل مشاكل لبشرتنا هي برضو مفيدة جدا لبشرتنا. طيب تعالي نروح لأكتر دقة شوية، إيه نوع البشرة؟ إحنا عارفين بيبقى فيه جاف ودهني ومختلط. بالظبط. إيه أكتر نوع بيتأثر من الجو اللي إحنا فيه؟ البشرة المختلطة والبشرة الجافة طبعًا. البشرة الجافة بيحصل لها من كتر الجفاف بيحصل لها التهابات. وفي نفس الوقت بيحصل لها اكزيما، بيحصل مشاكل كتيره قوي. صح. بس طبعا يعني كل ده دواء، فاحنا ممكن في وشك وانت مش عارفه ان ده جفاف. بالظبط. وبعدين بيبقى احمرار جامد وبتتاثر جدا بالجو يعني. فطبعا لكل ده دواء، فاحنا بنعمل في حاجات نحافظ على بشرتنا يعني ان هي ما تحصل لهاش الجفاف دي. فاكتر طبعا البشره الجافه بتتاثر اكتر. بالظبط. طيب بلاحظ ساعات ان احنا حتى لو بنحط، عارفه الكوزمتكس، الكريمات العاديه. مظبوط. اللي هي مش وصفات طبيعيه ولا حاجه. الكريمات العاديه تبصي برضو مسافه لما بتحطيها بتمتص. بالظبط. وملهاش برضو اصل. هقول لحضرتك حاجه، هي المشكله اكتر حاجه ان احنا في فتره الشتاء بنستغنى عن الميه، محدش بيشرب فينا ميه كتير. صح. مش عطشانين. بيقول مش عطشانين، فده اكتر حاجه بتقلل الرطوبه عندنا في الجلد بتاعنا، فبالتالي ما بيبقاش فيه رطوبه كافيه. فحتى لما بتحطي اي حاجه البشره عطشانه، مجرد ما بتحطيها بتشربها على طول. فلازم نهتم طبعا بالميه جدا، تكرري اكتر حاجه وتشربي الميه. وبعد كده نهتم بقى، ما هو على حسب برضو، ما ممكن حاجات ما فيهاش يعني بشره جافه جدا فمحتاجه زيوت اكتر، حاجات دهنيه أكتر. حاجات دهنيه اكتر. فبالتالي بنحط الحاجات المناسبه، وما ينفعش تبقى دهنيه متراكمه على البشره عشان هتعمل لنا حبوب حتى لو بشره جافه. طب نعمل ايه بقى؟ نستخدم الحاجه، يعني مثلا هنتكلم على حاجه طبيعيه للبشره الجافه، زيت جوز الهند. حلو جدا للبشره، وفي نفس الوقت الدهون فيه، هي في دهون طبعا مش بعجز كتير، بس الدهون فيه بتبقى اقل من يعني مفيده قصدي للبشره الجافه اكتر. اوكي. هل بقى نخلطه مع حاجه زيت جوز الهند؟ في بقى حاجات كتير طبيعيه ممكن وايه الفرق؟ يعني في زيت جوز هند ولبن جوز الهند، عارفه اللي بيبقى ملكي قوي. لا هو من الثمره نفسها بيطلعوا يعني منه اللبن بتاعه، وبيطلعوا منه الزيوت نفسها. هل نخلطه بحاجه ولا هو بس كافي؟ هو عموما الناس بتبقى عايزه الحاجات السهله والبسيطه، مش عايزه بقى تقعد تعمل في وصفات كتيره ان هي تخلط في حاجات كتيره. فلا، ممكن تستخدمه هو بس كل يوم قبل النوم مثلا على بشرتها. طيب هنرجع تاني بقى ونتكلم على حاجه بعد بقى جوز الهند. انت عارفه دايما بيقولوا الديرما بان ساحر طبعا، بيودي عيوب البشره. هل ده ينطبق كمان على
الجفاف ان احنا نحتاجها في وقت الشتاء يعني، ولا للتجاعيد بس الديرما باندا؟ لا طبعا الديرما بين لاي سن عموما، وفي نفس الوقت هي بتعالج بعض المشاكل كتيره قوي في البشره سواء بقى حبوب. خلي بالك ان احنا كل ما بنكبر كل ما الاليستين بتاعنا بيقل، والكولاجين مرونه الجلد بتاعتنا بالظبط المرونه بتقل معانا. هو ده اللي على الشاشه اللي احنا شايفينه، دي الديرما بين. دي الديرما بين. الديرما بين هي بصي احنا دلوقتي حصل لنا جفاف مثلا في البشره، فعايزين ايه بقى؟ عايزين مثلا فيتامين اي، عشان كل ما الاليستين عندنا بيقل كل ما البشره بالظبط. وخلي بالك بيبقى فيه البشره بتبقى بتاكسد معانا، فلما بتاكسد تلاقي البشره بهتانه، فالفيتامين اي طبعا بيبقى مضاد للاكسده، فبالتالي بيدي نضاره للبشره. ناخده بالبق بقى يا اسماء ولا نكسر الكبسول او النخوة؟ هنا بقى احنا هنعملها ميزوثيرابي بقى مع الديرما بين، هنحطها على البشره بحيث ان احنا نفتح المسامات وندخلها جوه البشره بالديرما بين، سواء بقى كولاجين او اي مسترايزنج مرطبات طبعا، عشان خاطر البشره ترجع كمان يعني نضره زي الاول. طب احنا كده دلوقتي اللي على الشاشه ده ديرما بان تاني غير الاولاني؟ لا دي ديرما رولر مش رولر. اوكي. دي في فرق ما بين الاثنين. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ وده يستخدم فين وده يستخدم فين؟ بصي هي الاعمق والاقوى الديرما بان، اما الاولاني اللي هي الاولانيه اللي هي السنون دي. السنون دي هتلاقيها اكتر في مراكز التجميل. اوكي. اما دي بتبقى في البيت البنات بتستخدمها زي الحاجات الطبيعيه لما بنستخدم حاجات طبيعيه في البيت. نقدر نستخدمها بالظبط. دي بتحافظ على البشره اكتر لكن مش بتعالج مشاكل فعلا. يعني طب افرضي بشرتي حساسه والخدوش اللي ممكن تعملها الديرما رولر ممكن تاثر فيها؟ هي طبيعي ان هي ليها اعراض جانبيه اللي هي الاحمرار، التهابات بتحصل، غمقان على فكره بيحصل بعد كده بترجع تقشر معانا، فده طبيعي يعني. بس كلها يومي يعني زي ما بنعمل اي حاجه في بشرتنا مثلا عشان تجيب معانا نتيجه. يعني ايه بتعمل لنا ايه الديرما بين؟ بتعالج المسامات الواسعه، بتعالج الحفر. البن ولا الرولر؟ البن. البن. خلينا نتكلم على الحاجه اللي بتعالج المشاكل. هو ده. ما احنا قلنا ان دي البن شكله بيوجع اكتر. هي بتوجع شويه بس ده ما اقدرش استخدمه لنفسي؟ لا تقدري عادي جدا. بس الفكره ان انت لو مش عندي هتقدري تستحمليه يعني، هو وجع متحمل. بس لو انت حابه ان انت تحطي مخدر عادي ممكن تحطي مخدر. أوكي. بس ما بفضلش المخدر يعني. طيب في سؤال دايما بقعد افكر فيه لما يعني بسمع على الديرما بان او الرولر، هو الواحد بعد ما يعمل بيها ايه يحط ايه على وشه اللي بيها يتشرب في البشره؟ وهل في حاجات ممنوعات اننا نستخدمها؟ هو ممنوع الغسول في الوقت ده. ممنوع اي حاجه احنا بنستخدمها مثلا كروتين. هنبعد عن الروتين بتاعنا لمده مثلا 3-4 ايام. 3-4 ايام على السكين كير روتين بتاعنا. لكن بنحط بقى ايه المضاد الحيوي؟ بنحط يعني الميبو يعني للحروق وكده. ده بالنسبه للديرما بن. فاحنا قلنا صح الديرما رولر بتحافظ، فهي البن بقى بتعالج. ما كملتش لحضرتك ان هي بتعالج المسامات الواسعه، بتعالج الحفر، الرينك، الخطوط اللي هي التعبيريه اللي هي بتبقى موجوده. ما بتعملش يعني. خلي بالك احنا كمان في الشتاء البشره لما بنعمل كده بتلاقيها مشدوده معانا، ما فيهاش مرونه. فده بقى بيعمل معانا بتعالج الحاجات دي، وفي نفس الوقت بتدي نضاره للبشره. وحتى لو ما حطيناش بعديها اي حاجه؟ لا احنا بنبدا نحط بعد ال4 ايام. لا انا اقصد يعني حاجه علاجيه. لا ما احنا بنحط معاها مع السيشن نفسها بنحط معاها الميزوثيرابي، بنحط على حسب بقى طبعا كل بشره كل واحد بالظبط إيه؟ بنحطه بندخله بالجهاز جوه البشره نفسها. أوكي. فالبشره بتستفاد جدا جدا اكتر من الحاجات. حقن بس على السيرف مش حقن. مش حقن خارجي بالظبط. طيب سؤال مهم قوي، الديرما بان له اعماق وله يعني في اللي بيعمل حاجه غائره لجوه، في اطوال وفي نسب والسنون مختلفه. هو السن ايه لانهي مكان؟ اذا كان سؤالي واضح. ما هو بقى انا بحدد، انا هنا بحدد مثلا بتبقى البيشنت موجوده بحدد حاله البشره ايه المشاكل بتاعتها الاول عشان اقدر استخدم السن. يعني نسبه طب السن. طب اديني امثله. يعني مثلا عندنا مثلا حد بشرته فيه خطوط كتير، فيه تجاعيد كتير بالظبط، مسامات واسعه، يعمل خلينا نقول في المشاكل القويه اثار الحبوب، ده بنستخدم السن الاكبر سن اللي هو اعمق سن اللي هو ال 36. 36 مظبوط. في بقى اقل من كده، وفي نفس الوقت الملي نفسه اللي احنا بنستخدمه في الجهاز بيبقى فيه
يعني ظبط للجهاز بطريقه معينه. اه هو قدامنا اهو في ارقام بالظبط. اه الارقام بقى دي احنا بقى في بنقدر ان احنا نحدد على حسب العمق على حسب الحاله نفسها اللي بتبقى قدامنا يعني. طيب هو في حاجه اللي حوالين العينين او في الاريا بتاعه العيون وحاجه لبقيه الوش ولا ده زي ده؟ لا لا طبعا العين بتبقى ارق بكتير من السكين من من الفيس يعني. هو نفس الألم بس العمق بيختلف. بالعمق بالظبط بيختلف. طيب بيبقى رقيق كمان عشان ما يحصلش حاجات مشاكل بعد كده في البزر. تعوير طبعا لأن هنا رقيق جدا. هو اوريدي بيحصل تعوير. هو بيحصل تعوير عشان بالظبط. الصورة اللي قدامنا دي فيها حاجة تنظر يعني بما اني من اصحاب النمش. تمام. هل الديرما بان بيودي النمش؟ هل ممكن يفتح لون البشرة؟ بصي هو النمش ايه، هو وراثي ولا مش وراثي؟ يختلف من كده. لو هو وراثي فهو صعب شوية ان هو بيتعالج يعني زي تساقط الشعر زي حاجة كتير يعني لما تكون وراثية. اما لو نتيجة شمس او طبعا بيتعالج. بيتعالج مع استخدام كريمات معينة للتفتيح بيعالج النمش. ممكن يخلي التون بتاع الوش موحد بالظبط. بقى لازم الديرما رولر وكده او الديرما بان يبقى في كل سنت كل ملي في ما خلي بالك حتمشي باماكن بطريقه معينه وبعمق معين على حسب يعني. مثلا عندنا في ناس انا في بيشنت كان جاي لي عندها حروق كتير او حرق بيبي صغيره وما كانتش كانت راحت لناس كتير وفعلا ما اتعالجتش معايا. طيب. بس انا بمشي لها بطريقه معينه بجد بجد بنسبه مثلا 70% الحرق ده كله راح. ايه ده؟ وحياة ربنا. مثلا كيس زي دي بتحتاج كام جلسه يا اسماء؟ لا هي طولت معايا شويه يعني هي خدت حوالي 8 جلسات. 8 جلسات بعد الجلسه عن الجلسه بينهم وقت يعني مثلا 10 ايام. 10 ايام 8 جلسات يعني قولي مثلا كام شهر؟ شهرين بالظبط. لكن فعلا بيختفي طبعا ده مع العلاجات بقى الموضعيه اللي مع الديرما. انا عايزه اقول لك ان يعني بتاثر في السكين كير روتين بتاعها يعني. كمان طبعا وانت خلي بالك كل ما بتساعدي بالعلاج بتاعك كل ما النتيجه بتبقى اسرع يعني. طيب قدامنا الساحر زيت الزيتون. زيت الزيتون عايزه تكلميني عليه وتكلميني على الحاجات الطبيعيه اللي اقدر استخدمها وبرده ممكن تصلحي حاجه. وانا ممكن احط زيت الزيتون بعد ما اعمل جلسه ديرما بان؟ بصي هو ما فيهاش اي ضرر خالص تمام بس انا بحب ان احنا نعالج الحروق والحاجات اللي حصلت في الاول. اوكي. بعد كده بنبني الطبيه يعني انا بفضل الاكثر طبعا الحاجات اللي بدون كيميكالز يعني بحب الحاجات الطبيعيه جدا جدا سواء زيت زيتون سواء جوز الهند. زيت الزيتون طبعا هو مفيد جدا في الجفاف بتاع البشره وفي نفس الوقت هو اكتر للبشره الدهنيه في فتره الشتاء. يا سلام. طبعا ده دايما اللي بنات البشره الدهنيه بيجننوا يقول لك ده هيحصل لنا حبوب من زيت الزيتون. من زيت الزيتون؟ لا طبعا ده هو اصلا في انتي بكتيريا بيعالج البكتيريا اللي بتبقى موجوده في البشره. في نفس الوقت هو كمان بيحافظ على بيعمل توازن للدهون بتاعت بشره الناس اللي بشرتها دهنيه اكتر. لا هو مفيد جدا ليهم طبعا حتى لو البشره دهنيه بالظبط. طيب في ناس زي ما هو رقم 8 مثلا بيستخدم في ازاله المكياج. هل ده بصفة دورية كل يوم ولا ده معظم الزيوت الطبيعية بتستخدم لإزالة الميك اب فعلا؟ حتى لو جوز هند كمان ممكن. طبعا. وممكن اخلط بقى زيت الجونسون نفسه. مش بنستخدمه يعني بغض النظر عن الماركات. الماركات اللي هي بإزالة الميك اب خلينا نقول بالظبط. يعني الزيوت عموما بتبقى بتشيل بالظبط. الطبيعية عشان بس اهم حاجة عشان لان في ناس بتعمل الحرقان يعني لو حاجات فيها كيميكالز بتعمل حرقان يعني احنا شلنا الميك اب من عند العين بيحصل حرقان في عينينا. طيب هل الزيوت الطبيعيه دي او زيت الزيتون خلينا نكون واضحين نقدر نشيل بيه ميك اب العيون الكحل والماسكارا ملوش اي ضرر والنتيجه بتاعته هتشيل معاك الميك اب على طول تشيل الميك اب يعني لو موجود كنت ممكن نجرب بس بحس ان الزيوت دي اسماء بعد ما اشيل بيها الميك اب لا لازم اغسل وشي. طبعا انت هل ده حقيقي يعني ولا سيبه بقى كده؟ ما هو بصي احنا لما بنشيل الميك اب بنستخدم كميه اكبر من لما نحطه على البشره. فلما هنا لازم بقى ان احنا نحط عشان ما يعملناش ايه ما يعني لو كترنا في الحاجه مش حلو يعني. فاحنا بنبدا هنا نغسله.
اوكي. لكن ميه لو بس بمية. ولا ممكن بقى بميه او الغسول مش هتفرق غسل. لو احنا غاسلين قبلها احنا مش هنبقى غاسلين لان حاطين ميك اب قصدي. ممكن بميه او الغسول بتاعنا عادي. أوكي. تمام. لكن لو هنحطه على البشره ان هو كفايده للبشره بنحط بقى النسبه بتاعتنا بسيطه، ما ينفعش نحط كتير عشان ما يعملناش مشاكل. صح، تفضل تتراكم الدهون. بالظبط. طيب افرضي يعني واحده عندها روتين معين ماشيه عليه. تمام. هل ممكن تدخل عليه زيت الزيتون؟ هل ممكن يبقى يتعارض مع اي روتين بشره لا بعمله؟ لا خالص، ملوش اي اضرار مع اي روتين للبشره طبعا. خالص. ويتحط قبل ولا بعد الروتين ده؟ يعني مثلا هديكي مثال، لو هحط سيرم، وانت عارفه دلوقتي كل الناس بقى تقول لك واو السيرم ده كله هايلورونيك اسيد وده حاجه رائعه، هل احط قبله زيت الزيتون ولا احطه بعده؟ لا احنا بنحط زيت الزيتون قبل ونستنى شويه ونغسل بشرتنا برضو بالغسول بتاعنا عادي، يعني خلاص حطيناه مثلا في على عيشه مثلا. تمام. بنيجي قبل النوم على طول نستخدم الحاجات اللي فيها هيلورونيك هيلورونيك اسيد قصدي. اوكي. في الوقت في قبل النوم على طول. قبل النوم على طول. طيب ايه رايك بقى نقول كده للبنات والستات؟ على فكره الرجاله كمان بقوا بيهتموا جدا ببشرتهم كتير. والتجاعيد ولون البشره، واصل بعد حلاقه الدقن هحط كريم ايه، وحاجات كده طبيعيه. اصل هي لكل الناس يعني، هي الحاجات دي كل الناس المفروض تهتم بجد بيها. ايه رايك لانها جزء من مظهرك. حاجات طبيعيه نقدر نعمل ماسكات طبيعيه، نقدر نحط مثلا حاجات طبيعيه على وشنا وتفيدنا سواء في التجاعيد او في الحبوب، اديني بقى حاجات طبيعيه. حاضر. والترطيب اهم حاجه طبعا، اللي هو عنوان الفقره. هقول لحضرتك حاجه، بما اننا داخلين كمان على الشتاء، ففي حاجات طبيعيه زي مثلا القشطه في فتره الشتاء هي حلوه جدا جدا، ممكن نعمل منها سكراب وممكن نعمل منها القشطه الفاكهه. القشطه الفاكهه. اوكي. مش هي بتبقى هي بتبقى تحفه، هي بتبقى لزجه شويه. تمام. بنطلع منها البذر بتاعها الاسود الكبير. الاسود بالظبط. بنطلعها وبنقلبها كويس جدا، نحط عليها معلقه عسل. وفي نفس الوقت بنحط ممكن زيت زيتون، بما اننا بنتكلم بقى زيت زيتون والجوز الهند، ممكن نحط زيت الزيتون عليها ونستخدمها على البشره، تحفه بجد. لو استخدمناها كل اسبوع. تستخدم ازاي بقى؟ احنا خلطنا الخليط ده كله مع بعض طلعنا القشطه وحطينا عليها الزيوت اللي احنا عايزينها، وحطينا عليها معلقه زيت زيتون وحطينا معلقه عسل ونقلبها كويس جدا للبشره على في الطبق قصدي. ونحطها على البشره. بنسيبها بقى تلت ساعه نص ساعه على بشرتنا. بتبدا هي مفيده بقى طبعا، انت عارفه القشطه مليانه كلها فيتامينات طبعا، هي فيها فوائد كتير جدا للبشره. هايله. اوكي. بالظبط. في وصفات تانية للترطيب برضو تقدري تضيفيها لنا؟ وصفات في طبعا الزبادي مع برضو خيار. الخيار كلاسيكي مع الزبادي، بس هو الخيار اكتر هيبقى البشره الدهنيه. احنا بنتكلم عشان البشره الجافه طبعا. صح. دلوقتي في الخيار ينشف البشره شويه. بالظبط. بيسحب الدهون. أوكي. اكتر. اوكي. يبقى احنا اللي عايز يرطب يتجنب بس الخيار. بس لو في انتفاخات في العين، في مشاكل، خلي بالك العين بتحصل لها برضو مشاكل في وقت الشتاء. صح. في ناس بتبقى عينيها بتجف معاها حوالين طبعًا. عينيها ماشيين بقطره طول الوقت. بالزبط. تيرز علشان يبقى. بالزبط. البشره فيها مرونه بقى العينين تبقى طريه. فالخيار بيسحب بقى كل الحاجات دي، يعني لو حطيناه على عينينا خياره كده على عينينا. طيب اخبار الالوفيرا ايه؟ الصبار زرعنا صبار في البلكونات كلها عشان نعمل تجميل لبشرتنا وكده، هنستخدمه ازاي بقى؟ الالوفيرا حلو جدا جدا للبشره الدهنيه قوي. يعني هو في نفس الوقت بيقتل كل البكتيريا اللي بتبقى موجوده على معظم البشره الدهنيه والحبوب، كل دي بكتيريا. فهو بيقتل بقى البكتيريا دي، في نفس الوقت بيعمل توازن برضو للدهون بتاعه البشره المختلطه او البشره الدهنيه. الجافه تستبعده ولا لا؟ بلاش للجافه. طيب احنا الجافه عايزين نرطبها اكتر، عايزين اكتر ما نسحب أكتر منها. بالظبط. بالظبط. اسماء قاعده معاكي واحده مش هتنفع، او فقره مع اسماء عبد الحي واحده مش هتنفع، لان عندي مليون لسه سؤال، لسه ما اتكلمناش على البشره المختلطه، نحط فين ولا وفين لا يعني، والجافه برضو ما اديناهاش حقها، والدهنيه الكلام كتير جدا عليها، لكن توعدينا انك تجي لنا مرات ثانيه باذن الله في ست الستات. وبشكر مع حضراتكم اسماء عبد الحي خبيره التجميل والعنايه بالبشره، شكرا جزيلا يا اسماء. انا كنت مبسوطه معاكي قوي النهارده. انا اكتر. طيب نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل باقي فقراتنا مع حضراتكم، خليكم معانا.